قتله كاشا تولي الجبهة جوج سيلون عشرة نضو الداس يومين نضو بيس السجناء بو يختي صبوري مخليش مش ضربني واحد هنا ضربني بموس خرجوني سبيطار السيفيل خيطوا لي ردوني مش ردوني هو شدني رئيس المعقل شدني رئيس المعقل داني مستشفى الأمراض العقلية دخلني عندهم ما ينطني في الفومري ما ينطني من اليدين من اليدين يومين وما يوم ينطني وقال لي أنا غادي ندخلك عندهم ما يحيدوا لك السروال صحة. السلام عليكم، أنا خوت المحراب محسين اللي معتقل في سجن عكاشو وحاليا راه مريض عينيه مضرورين. هادشي حنا راه قلناه ما نبقاش نعاودو فيه، راه باقي دابا حاليا مريض في سجن عكاشه وعينيه بدا يزين بالقيح، كيجيبوه لبنو رشد ساعه ما عادش كيديروا لي بيدادين وداك الشيء وكيردوه. اشنا هي هادشي؟ راه حرام عليهم من جهه الله. حنا كنطالبوا اخويا خرجوا لينا غير خويا نعالجوا لي غير عويناتو، حنا عندنا امالنا في الله سبحانه وتعالى، وكاينين لي بروفيسور وكاينين الناس باغيين يوقفوا معاه ويتعاونوا معاه وخا ترجع ليه عوينه يعيش بها حياته. راه ما قاتل، راه ما داير حتى شي حاجه، ما كيشفر، ما داير حتى شي حاجه خايبه اللي تعاقب على هذا العقاب. راه دابا مضرور، دابا راه معاق اكثر من معاق، شي كون كان ما عندوش رجلي وماشي هما العينين نور الحياه. اخويا حنا كنطالبوا من صاحب الجلاله سيدنا الله ينصره والناس المسؤوله وسيد وكيل العام لمحكمة الاستئناف والسيد القاضي اللي غادي يدوز عنده، وكنطلبوا منهم اللي عندو الميلف ونطلبوا منهم الله يرحم ليهم الوالدين والله يعطيهم صحيحتهم يتعاطفوا مع داك الوليد ويخرجوه يدير غير العمليه. حنا ما هربانينش من العداله، يخرجوه يدير غير العمليه ونطلبوا من الله، راه كلشي باذن الله. حنا حتى حنا نحيدوا غير الشك ديالنا ونداويو الخويا عويناتو، وديك الساعة احنا ما هاربينش من العدالة، ياخذوه ويحاكموه كيف بغاو غير يولي لاباس. الله يرحم ليكم الوالدين، واللي كيقولوا مخت العقلية هاي رخصة السياقة ديالو ديال 2018، راه حشومه عليهم، راه حشومه عليهم. راه خويا هذاك وراه مسكين، راه تعداو عليه بزاف داخل المؤسسة السجنية وخرجوا عليه الدعايات بزاف بزاف، يديروا توا انسان وراه مواطن، راه حشومه عليهم. وحنا كنطالبوا بإدارة السجون وبإدارة السجون بالناس المسؤولة وسيدنا محمد السادس الله ينصره الله يعطيه صحيحته، يخرجوا لنا ذاك الوليد وسيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف الله يعطيه صحيحته والله يرحم ليه الوالدين، يعطينا ذاك الوليد يعطيه لينا. خويا راه محن في عينيه بزاف. أنا قال لي الطبيب اللي في بنو رشد، طبيب دري باقي غير صغير، قال لي أختي أنا ما عندناش الامكانيات باش نعالجوا هاد الدري، خاصو يمشي للمستشفيات العليا اللي فيها لي بروف الواعرين، خاصو يمشي يتنقد لي عويناتو، هما مخلينو في عكاشه عينيه كيخمجوا لي. واش هذا حق؟ راه كل دقيقه حرام عليهم كدوز، ما نعاودش لك اخويا الله يرحم ليهم الوالدين، كل دقيقه كدوز وعيني كيتعفنوا لي. دابا راه من ديك الجمعه هو مضروب، اليوم راه السبت، راه اليوم 9 ايام حتى العينين اللي كانوا بغاو يتجافاو نور الله بربي يعطي البصر غادي يمشيو مع التعفن. راه حشومه عليهم يتساعدوا معنا وخرجوا على الوليد يشدوني انا في بلاصتو ويعطيو لي الناس يداويوه، ماشي يعطيو على الناس يداويو المحسنين. راه حشومه عليهم، راه باقي صغير باقي باغي وليدات، الله يرحم ليهم الوالدين، يعطيونا خونا العار. اخويا الله يرحم ليكم الوالدين اللي بغيتوها احنا نديروها معاكم، بغيتو تشدوني انا، بغيتو شي حاجه ضمانات، يعطيونا على ولدي خرج بصراحه مؤقت، راه ما ندير شي جريمه اللي يتعاقب على هذا العقاب كامل، راه شي حاجه بسيطه. تا هو راه ولد الشعب، شوفوا فيك ولد، شوفوا فيك مواطن عادي كولدكم كا. الله يرحم ليكم الوالدين اخوتنا، ورجعنا في الله وفيكم. هادشي اللي طلبنا الزياره ديال خويا نهار الثلاث، بقيت تما في عكاشه العشيه كامله، العيالات الدريات كاع شافوا خوتهم ولادهم، بقيت انا والاخت ديالي جالسين كنتسناو خلونا حنا الاخرين، ويجي عندي الموظف ويقول لي يا اختي اجي معايا. قلت لي نعم اخويا شنو كاين؟ قال لي بغاك مدير السجن. قلت لي نار اش كاين مال خويا واش ميت مالو؟ قال لي شنو كاين؟ بغاش يقول لي، قال لي اجي داني عند مدير السجن، لقيتو قسما بالله
يعني متاسف ولا خايف ولا الله اعلم. مهم المهم هو كيهضر معايا قال لي خوك راه في المستشفى راه حاول انتحار هادي، واش واحد باغي ينتحر كيخرج عينيه؟ راه هادي لا يعقل. انا كنقول لكم بحثوا في هذا الموضوع، بحثوا فيه وعتعرفوا الحقيقه، والروح راه عزيزه عند الله. شربي مهما عطاه هذوك العوينات راه غادي ياخذ حقه، ياخذ حقه من العديان اللي حيدوهم ليه. ربي عطاه والعبد حيدهم ليه، راه غادي ياخذ ربي حقه منهم. هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى. وحيدوا لي لاكارت اخويا ديال الزياره، من انا في الصدمه باقا في الهضره مع مع مدير السجن، وحيدوا لي اخويا لاكارت من ايدي اللي في اخويا هذه اللوحه ديال رقم الاعتقال. انا وياه تصويرتي من اللور وتصويرتو من القدام، هذا هكا رقم الاعتقال ديالو بعويناته بوجهه. هذا الشيء اللي كاين اخويا. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.